موجز أخبار السياحة من جريدة وقناة تحواس براس. أهلا بكم إلى أبرز العناوين. عائدات السياحة الإماراتية تتخطى 3 ملايير دولار في 6 أشهر. تقليص آجال إنجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفعت عائدة المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من 2021 إلى 11.3 مليار درهم، مما يزيد عن 3 ملايير دولار، محققة النمو نسبته 31%. وارتفع معدل السياحة الداخلية ليكون نصيبه من إجمالي نزلاء الفنادق أكثر من 30%. وتفوقت الإمارات على أبرز 10 وجهات سياحية في العالم خلال النصف الأول من 2021، مسجلة نسبة إشغال المنشآت الفندقية والسياحية بـ 62%. وقالت صحيفة البيان المحلية اليوم الاثنين أن الإمارات بذلك تفوقت على الصين التي حققت نسبة إشغال 54%، والولايات المتحدة 45%، والمكسيك 38%، والمملكة المتحدة 37%، وتركيا التي بلغت نسبة الإشغال الفندقي والسياحي فيها خلال تلك الفترة 36%. وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارات نمواً نسبته 15%، مستقطبة 8.3 مليون سائح. وساهمت مستويات التطعيم المرتفعة في الإمارات في زيادة معدل الأمان والثقة بقطاع السياحة، حيث بلغت 80% لتكون بذلك من أعلى نسب التطعيم في العالم. أعلنت وزارة الموارد المائية والأمن المائي اليوم الاثنين عن تقليص أجل إنجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير الواقع بولاية تيبازا من 27 إلى 21 شهرا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا المشروع يتضمن إنجاز 110 كيلومتر من القنوات و14 محطة ضخ و13 خزان بقدرة 140 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه بقدرة إنتاج 210 ألف متر مكعب يوميا. سيتم استلامها على 3 مراحل، وستسمح كل واحدة منها بإنتاج وتحويل 70 ألف متر مكعب في اليوم من أجل تأمين تزويد المواطنين بالماء الشرو. وأضافت أن المشروع سيتم استلامه على مرحلتين، بداية من سنة 2022، حيث تعهدت شركة كوسيدار المكلفة بإنجاز هذا المشروع بمباشرة انطلاق أشغال الهندسة المدنية للخزانات ومحطات المعالجة بداية من شهر أكتوبر المقبل. كما ستستفيد من المشروع كل من ولايات تيبازا، إن الدفلة وشلف، زيادة على تغطية حاجيات 58 منطقة ريفية تقع في بلديات الدموس، الأهراض، بني ميلك، شرشال، قرايا، مسلمون، أغبال، حجرة النص، سيدي سيميان، شرشال ومنطقة سيدي موسى ببلدية النضور. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري. دمتم في أمان الله.